سلامة البنات، اليوم باش نعملو بوش. انا حضرت الجينواز نتاعي، خدمتها في الميكسر كما قاعدين تراو. نقول لكم الروسيت ومره اخرى نهبط لكم الروسيت بديتا. حطيت كاس ونص سكر، بيان سور ديما نقيس بالكاس هذا. حطيت زوز كيسان فارينة، اربع كعبات عظم، نص باكو خميرة، خاطر الجينواز مانيش باش حشتيش بها معناتها منفوخة عادية. حطيت ساشي سكر فاني وأربع كعبات عظام، أربع مغارف زيت وأربع مغارف حليب. بيان سور اللي يحب يزيد جيل كيزيد. هذه الجينواز متاعي. هذه الجينواز نتاعي انا توا بليتها من فوق بالشحور، نعملو شويه ماء وسكر. وهذا الجناش، جناش تلقاو الروسيت نتاعو عشان يوتيوب نتاعي. توا نحطوها على سيرفيات مبلوله باش نجمو ندوروها بالسهل، نجمو ندوروها هكا نكملو. لازم سيرفيات مبلوله باش ما تتكسرلناش الجينواز نتاعنا. طبعا مقعد كان باش نحط الجناش في وسط الجينواز نتاعي، ندهنها الكل ومن بعد نلفها. توا بعد ما حطينا الجناش نتاعنا، قلنا الجناش بردناها في الفريجيدير، نجمو تستعملوها حشو من الداخل كيما تنجمو تستعملوها من برا. باهي هذايا لوز، مرحي لوز ابيض، نجمو نرشو حاجة معناتها فاكهة واحدة أخرى باش تبدا تتقرمش خير، كل واحد وشنو يحب. هذايا الرولي نتاعي حضر كيما قاعدين، الداخل نتاعو شوكولاتة. توا من برا اللي يحب، أنا باش نستعمل الكلاصاج هذا حاضر باش نسخنو في الميكرووند ونغطيها من فوق. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. ما تنسيوش ابوني فوا ما شان سي غراتوي. وبسلامه. هذه هي هذا هو الجاتور ولا نتاعي، هذوما دو ترونش كيما قاعدين تراو. ماذا بكم تبيتوه في الفريجيدير باش الكريم تيبس اكثر. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسائل. بسلامه.